بالشفاحك. انت صحيح حطيتي لي الابره؟ يا حاج امال ايه؟ اهي فاضيه اهي. هذه اول مره ما احس بالابره. هاجل خلاص، انت كل يوم بتعطيني الابره. حاضر من عيني. تسلم عيونك. انا همشي بقى، محتاجه اي حاجه؟ ابي سلامتك. الا ما قلتي لي وش اسمك؟ اسمي اخلاص. انا اسالك عن اسمك، اسمك ايه؟ اسمي اخلاص. هو في اخلاص؟ الاخلاص يا بنيتي هالايام صار شي نادر. تصبح على خير يا حاج. هي يا عم خلف ما يخالف، لكن الاوراق هذه كلها مزوره. يقول لي ايش الاوراق هذه وانا اقول لك اذا مزوره ولا لا. الاوراق هذه مضبوطه 100%. اللي معاكم هذه الصور، الاصل معايا، تقدرون تاخذون الصور وتعرضونها على المحامي وتاكدون بنفسكم انها ما هي مزوره. ايش فيكم يا جماعه؟ فهموني وش السالفه. مستحيل مستحيل يغلط صالح هذه الغلطه ويعطي حلاله كلها الحصه. ايش تقول انت؟ سمعتوا هالحين؟ ابوها بنفسه ما يدري عن هالاوراق وش فيها، والدليل ان هذه الاوراق مزوره. قلت لك خذها ورها للمحامي وتاكد بنفسك. والعيال هذولي وين نصيبهم؟ معقوله يحرمهم ابوهم وينساهم ويعطيك كل شيء حصه؟ معقوله؟ عيالي المرحوم مثل عيالي، انا بعلمهم وربيهم، واذا كبروا بعطيهم اللي يبونه. لا لا خذونا معاكم، ما نبي نقعد عندهم. تكفى عمي، ولي يرحم والديك خالي، خذونا معاكم. مش عارفة والله الحكاية. تعالي نطلع للرويتر، أكيد هتقولنا كل حاجة. أيوة صح. إجا ريها، أنا لاني بقول عنك، أنا ما عندي بنت، ما عندي بنت. يبا، شو اللي مزعلك؟ شو اللي سويته مو عاجبك؟ الله أكبر، كل هاللي سويتيه وما سويتي شيء؟ هو بقى شيء ما سويتيه؟ وما تبغيني أزعل؟ طبخة طبختيها من ورا ظهري ويا غافلين لكم الله، وقلتي لي كلها بالسم الهاري يا يبا. أنا كنت عارفة ومتأكدة إنك لا يمكن توافق. يعني تعترفين إنك اللي سويتي غلط؟ لا مو غلط، هذا حقي، ولكن تبيني أعطي كل شيء حقه، حق أخو المرحوم صالح وناكل هوا. تتذكرين حقك وتنسين حقوق الناس؟ أنت لو بغيت تحافظين على حقك حطيتي دينك كلها بحقك ونسيت حقوق الغير. الحين هالمساكين هذولا بدر وسمير، ليش ما تعطينهم حقهم من ورث ابوهم المرحوم صالح الله يرحمه؟ تطمن يبا، ماني ماكل حقوقهم. ايش قالوا لك عني؟ ما خاف ربي؟ انا بعطيهم نصيبهم. متى يا بنتي؟ لما يكبرون؟ يبا، انت تدري نصيبهم هذا كم؟ ملايين. تبي عمهم ولا خالهم يضحكون عليهم ويبلعون كل شيء؟ يا بنتي اللي بالأعمال اليتيم يبلع نار حامية بجوفة، افتك من هالنار وعطيهم نصيبهم وخليهم برقبة خالهم وعمهم وارتاحي يا خبلة. سمع كلام أبوك. وانت عرفت ده كله ازاي؟ مين اللي قالك؟ هيكون مين يعني؟ أكيد كانت بتتصنت على شقة حصة زي العادة. عاجبة كده؟ عاجبة كده بتقول على مراتك انها بتتصنت وانت واقف ساكت ومش عايز تلمها؟ اتلمي بقى، اهو انت اللي بتتصنتي، ولعلمك انا عرفت الكلام ده من مرات البواب. استريحتي؟ يعني حصة بقت هي صاحبة العمارة دي كلها؟ صاحبة العمارة والفيلا والمعرض كمان، ادي الجوازات اللي تفرح بصحيح. يا بنتي الحقي اتجوزي ابو حصة، عدي من الفقر. المهم عدي منك انت، مش مهم الفقر. سامع؟ يعني أول مرة قالت انها بتصنت، تاني مرة قالت عدي مني انا، يعني خلي اختك تبعد عني. ها طالما مشي وسابني يبقى بيحبني.